السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلاب الصف الأول الثانوي مجمع مدارس جيل ومستقبل الأهلية برامج. اليوم الدرس بتاعنا المستطيل، درس جديد في أول الترم خدناه، عايزين نتذكر الكلام دوة عشان نحل التمارين ونبقى كويسين في الاختبارات. يلا، المستطيل هو متوازي أضلاع. المستطيل هو متوازي أضلاع. يعني إيه متوازي أضلاع؟ يعني كل ضلعين متقابلين متطابقين، وكل زاويتين متقابلتين متطابقتين، وكل زاويتين متتاليتين، مجموع قياسهم 180 درجة. كل دي خاص متوازي الأضلاع. الأربع قوائم، زواياه قوائم. هذا المستطيل قائم 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 قائم. يعني إيه قائم؟ يعني 90 درجة. ولكن من ذلك المستطيل خواص الزوايا الأربع قوائم، يعني إذا 90 درجة. كل ضلعين متقابلين متوازيين ومتطابقين، ده يساوي ده ويوازي، ده يساوي ده ويوازي. يبقى كل ضلعين، ها كل ضلعين ايه؟ متقابلين متوازيين ومتطابقين، كل زاويتين متقابلتين متطابقتين، زي هي دي تساوي ودي تساوي دي 90 ودي 90 ودي 90 ودي 90. كل زاويتين متحالفتين متكاملتين. يعني ايه متحالفتين؟ يعني متتاليتين. 90 و90 180. دي خواص المستطيل. القطران ينصف كل منهما الاخر. ادي القطران ينصف كل منهما الاخر، يعني ده يساوي ده وده يساوي ده. يعني ايه؟ اذا كان متوازي الاضلاع مستطيل فان قطريه متطابقتان، يعني ده يساوي ده. قطريه متطابقان يعني ايه؟ يعني كي ام يساوي او يطابق جي ام. القطران متطابقان. يلا نشوف كده تمارين ونحل. نقرا السؤال كويس. الشكل الرباعي جي كي ال ام، جي كي ال ام اذا كان قياس الزاويه كي جي ال، فين كي جي ال دي؟ كي جي ال يعني دي كم درجه؟ 2 اكس زائد 4. ماشي. ايه تاني؟ قياس الزاويه جي ال كي، جي ال كي، جي ال كي ولا كي جي ال؟ ها جي، ايوه ال كي صح، جي ال كي دي سو كم؟ 7 اكس زائد 5. فاوجد قياس اكس او اوجد قيمه اكس. طب هي الزاويه دي تساوي الزاوية دي؟ الزاوية دي تساوي الزاوية دي. ليه؟ لأن كل زاويتين متقابلتين متطابقتين في متوازي الأضلاع. يبقى هنا نقول الشكل ده ايه؟ مستطيل. يبقى الزاوية 2 اكس زائد 4 تساوي 7 اكس زائد 5. تمام. طب وبعدين يا استاذ نعمل ايه؟ احسن ننقل ال 2 اكس الصغير من هنا لهنا. يلا، 7 اكس ناقص 2 اكس زائد 5، وهنا الاربعه زي ما هي. نعمل ايه بعد كده؟ نطرح دول 7 اكس ناقص 2 اكس 5 اكس. طب والخمسه دي تروح فين؟ طلعها بره هناك. يلا، 5 اكس تساوي 4 ناقص 5. 4 ناقص 5 كام؟ 4 ناقص 5 سالب 1. يبقى 5 اكس بتساوي سالب 1. نقسم هنا على 5 وهنا على 5، يبقى اكس بتساوي سالب 5. اكس بتساوي سالب 5. يبقى احنا كده طلعنا قيمة اكس. نشوف السؤال اللي بعده. إذا كانت إحداثيات رؤوس الشكل الرباعي بي كيو آر إس، بي كيو آر إس هي سالب 7 و0 إس، سالب 1 وسالب 4
كيو واحد وسالب واحد بي سالب خمسة وثلاثة. فهل بي كيو ار اس مستطيل؟ يبقى اول حاجة عايزين نثبت ان الطول ده يساوي الطول ده. طب نجيب ازاي الطول؟ ها نقول بي كيو الاول ها تساوي الطول ها الجذر التربيع لإكس اتنين ناقص إكس واحد لكل تربيع زائد واي اتنين ناقص واي واحد لكل تربيع ويساوي يلا نكمل تعويض ها فين إكس اتنين؟ اهي بي كيو اهي بي كيو يبقى دي إكس واحد واي واحد إكس اتنين واي اتنين يبقى هنا واحد ناقص سالب خمسة لكل تربيع زائد ها سالب واحد ناقص ثلاثة لكل تربيع ويساوي يلا كده سالب واحد ناقص سالب خمسة أحسنت ستة يبقى ستة وثلاثين زائد ها سالب واحد ناقص ثلاثة سالب أربعة يعني ستاشر وتساوي الجذر التربيعي ستاشر وستة وثلاثين اتنين وخمسين يبقى كده جبنا بي كيو بجذر 52. طب نشوف اس ار هتطلع بكام؟ يلا اس ار ها الجذر التربيعي يلا نمسح دول فين اس ار؟ اهي اس ار اكس 1 واي 1 اكس 2 واي 2 عشان ما نتلخبطش ها اكس 2 ناقص اكس 1 لكل تربيع زائد واي 2 ناقص واي 1 لكل تربيع يلا نعوض يلا معايا اهو اكس 2 بكام؟ ها سالب 1 ناقص سالب 7 لكل تربيع زائد ها سالب 4 ناقص 0 لكل تربيع نكمل يساوي سالب 1 ناقص سالب 7 ها يبقى سالب 6 ولا ايه؟ سالب 1 ناقص سالب 7 يبقى 6 لكل تربيع ب 36 زائد ها سالب 4 لكل تربيع 16 ويساوي الجذر التربيعي لل 52 طلعت دي هي دي يبقى الضلع ده يساوي الضلع ده. طب هنا عايزين ايه؟ كيو ار كيو ار فين كيو ار؟ يلا هنا كيو ار اهي اكس 1 واي واحد اكس اتنين واي اتنين نعوض ها اكس اتنين ناقص اكس واحد ها سالب واحد ناقص واحد زائد ها واي اتنين سالب اربعة ناقص سالب واحد تطلع بكام؟ يلا تاني اهو سالب واحد ناقص سالب ناقص واحد تبقى سالب 2 لكل تربيع ب 4 زائد سالب 1 ناقص سالب 1 ها احسنت تبقى سالب 3 لكل تربيع ب 9 4 زائد 9 تبقى جذر 13. طيب عايزين هنا كيو ار احنا خدنا كيو ار ناخد ايه؟ بي اس فين بي اس؟ ها بي اس يبقى اكس 1 واي 1 اكس 2 واي 2 شوف عشان ما نتلخبطش ها اكس 2 ناقص اكس 1 سالب 7 ناقص سالب 5 لكل تربيع زائد ها واي 2 ناقص واي 1 0 ناقص 3 لكل تربيع يلا كده سالب 7 ناقص سالب 5 سالب السالب موجب تبقى سالب 2 لكل تربيع ب 4 زائد 0 ناقص 3 تبقى سالب 3 تربيع ب 9 تبقى كام؟ جذر 13 يبقى الضلع ده يساوي الضلع ده، إذا الشكل ده إيه؟ مستطيل، الشكل ده يبقى إيه؟ مستطيل، ذاكر الكلام ده كويس وافهم السؤالين دول كويس وحل الواجب المنزلي بتاعك يلا كده ركز في الواجب نفس الكلام اللي إحنا خدناه مفيش حاجة زيادة استعمل بالمستطيل دي اي اف جي المبين جانبا اف دي بكام؟ فين اف دي؟ اهو القطر ده
3 اكس ناقص 7 اي جي باكس زائد 5. الشكل ده مستطيل يبقى قطران ايه؟ متساويان. واي استفسار احنا معاكم على منصه مجمع مدارس جيل المستقبل الاهليه برانيا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.